أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. خلاف بين بايدن والكونغرس حول القاعدة الثالثة في نيويورك للدفاع الجوي لاعتراض الصواريخ الإيرانية والكورية الشمالية. هذا القرار الذي أخذ أبعاد جديدة، من جهة أولى فإدارة بايدن لا ترى قاعدة ثالثة بالإضافة إلى قاعدتي ألاسكا وكاليفورنيا، فيما يرى الكونغرس ما بعد الوعد الصادق هذه العملية المواجهة إيرانيا باتجاه إسرائيل ضرورة أن تكون هناك قاعدة ثالثة للدفاع الجوي. وهنا يظهر إشكال خطير جدا ما بين الكونغرس وما بين الرئيس الأمريكي المكتب البيضاوي عندما يتحدث عن خلاف. الواقع أننا نتحدث عن خلاف حقيقي، وهذا الذي نشرته وورزون بوضوح شديد إذ أكدت أن بايدن يدير الآن معركة حول الصواريخ البالستية الإيرانية والكورية. انظروا أمامكم الفقرة، وطبقا لمختلف البنود الدفاعية وشروطها الجديدة تحت هذا المسمى، لذلك فالدفاع الصاروخي للولايات المتحدة الأمريكية يتمركز حاليا على منظومة الصواريخ البالستية العابرة للقارات المنطلقة من إيران وكوريا الشمالية. وأكدت وورزون بوضوح بأن المهمة لن تتم فقط بقاعدتين مضادتين للصواريخ، فورت جريل في ألاسكا وبند بارك في كاليفورنيا، لذلك فإن قاعدة ألاسكا هي الأهم، وتستخدم لا أقل عن 20 صاروخا اعتراضيا من الان جي اي، ولكن لن يكون فعالا مثل هذا الإدماج للمنظومة الان جي اي إلا في حدود 2028، وذلك لتعويض الجي بي اي الصواريخ الاعتراضية لحماية الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية. واليوم هذا الساحل الشرقي يواجه تحديا حقيقيا اسمه زيركون، والبحرية الروسية يراجع الفيديو السابق لتأكيد أن هناك تحدي حقيقي بعد وصول أولا غورشكوف من جهة، وأيضا غواصة نووية إلى الساحل إلى فلوريدا 145 كيلومتر عن فلوريدا. واليوم الكونغرس واضح بهذا الخصوص، لا بد من مركز جديد، فورت رام في نيويورك ضرورة إلى جانب قاعدة ألاسكا وكاليفورنيا. والإتش أي أس سي الهاوس أند سيرفيسز كوميتي، لاحظ الجميع أنه في 2025 فإن هذه العملية اليوم يجب أن تبدأ، لأن صواريخ إيران تعد بمثابة أهم تحدي بالنسبة للبنتاغون. إذا هذه الوضعية وضعية استثنائية بجميع المقاييس، وتجعلنا أمام تحدي حقيقي. وبالتالي فإن ما كشفته وورزون وتناقلته جميع وسائل الإعلام، خصوصا منها من أراد أن يؤكد أن ثالث قاعدة لن تساوي شيء أمام البالستي العابر للقارة. وهنا نطرح سؤالا مباشرا، هل إيران لديها هذه القدرة لصواريخ بالستية عابرة للقارات يمكن أن تدمر ربع أمريكا على الأقل حسب آخر تقدير أمريكي؟ على الأقل بالنسبة للكونغرس، الإدارة الأمريكية لا ترى ذلك، لا ترى ذلك، وإن كان فليس فعالا بنفس القدرات التي يجب من خلالها الاستثمار في منظومة جديدة لل 2028 وعدم الاعتماد على الـ NGI. من زاوية أخرى فإن الكونغرس يقول يمكن أن تكون هناك قاعدة والصواريخ التي سحبت من ألاسكا ومن كاليفورنيا توجه إلى نيويورك. الأمر بسيط جدا، الـ NGI يجب أن ينقل إلى قاعدة ثالثة، هكذا يمكن علاج الوضع، فيما القواعد الأخرى لا بد أن يكون لها معنى جيوسياسي واستراتيجي بالخرائط. الخرائط إذا تعدلت أو تغيرت على الأقل، وبالتالي فإن هذا الموصوف حاليا يشكل صعوبة حقيقية إلى أبعد مدى. وهنا لا بد من الوصول إلى خلاصات يمكن إجمالها كالتالي، من جهة أولى
فإن منظومة الـ 2028 الـ NGI هذه المنظومة الجديدة التي يمكن أن تطلق 20 صاروخا دفعة واحدة وأن تتجه إلى اعتراضات هائلة للغاية. الـ NGI هناك بوضوح فإنها لن تبدأ إلا في 2028، بمعنى أن السنتين أو الثلاث سنوات القادمة كلها ستكون تحديا بالنسبة لإيران. يمكن أن تصل مع زيركون ومع التعاون الروسي الإيراني إلى مستويات قياسية من التهديد، وبذلك فلا بد من مثل هذه القاعدة. إذن NGI في هذه الزاوية على وجه التحديد، فيما يرى الطرح الثاني أننا أمام منظومات مشغلة في كل من القاعدتين في ألاسكا وفي كاليفورنيا. تنقل هذه المنظومات إلى نيويورك ببساطة شديدة أمام إعادة الهيكلة المواجهة مباشرة للقاعدتين، وخصوصا قاعدة ألاسكا التي تعتمد عليها بشكل قوي جدا الولايات المتحدة الأمريكية. إذن GBI هذه المنظومة التقليدية القديمة، هل تواجه إيران؟ نعم. هنا أصبح الوضع مختلفا، لأن حالة الإطلاق التي لم يثق بها الشرق أوسطيون وشككوا فيها، وهناك من ذهب بعيدا في تشكيكه، اليوم هناك من يذكر بالاسم الصواريخ الإيرانية المسمات فائقة السرعة. على كل حال هي فرط صوتية أو تناظرية. إذن مهم جدا أن لدينا 12 مخ 8 مخ خارج الغلاف الجوي وداخله، هذا كله قد يؤكد على أمرين رئيسين: أننا أمام تحدي حقيقي ما بعد الوعد الصادق، لا يتحسسه فقط الإسرائيلي وإنما يتحسسه الأمريكي من خلال قرار الكونغرس. والكونغرس كما هو معلوم هو قرار لمن؟ هو قرار للأيباك وللوب الصهيوني عموما. على أي حال إذن لدينا هذه النقطة المعتبرة. المسألة الأخرى أن إسرائيل تريد أن تعمل أمريكا وتأخذ منها آخر التكنولوجيا، وهذه طبيعة للجيش الإسرائيلي، يتدرب جيدا على ما كان لدى الأمريكي ويأخذ كما يشاء من الأمريكي، وبالتالي فإن صاحب الميزانية الأمريكية هو الذي يستثمر ويطور إلى آخره، وفي آخر المطاف يسلم لإسرائيل، وبذلك فإنها تدعم مثل هذا التحول من أجل ماذا؟ من أجل أن تنقل إليها هذه التقنية وتسلم إليها لحماية نفسها. إذن منظومة NGI بعد تجاوز إيران بشكل كامل لمنظومة GBI، هذا كله معناه ماذا؟ أن أمريكا لديها صعوبة في قبول أن هناك من يتجاوز GBI عموما، وأيضا يفترض من قاعدة نيويورك أن تكون مزودة بالNGI كما الحال عليه تماما في ألاسكا وفي كاليفورنيا لمواجهة إيران. إيران صواريخها وأيضا إلى جانب كوريا الشمالية اليوم تعد تحديا، هذه الصواريخ تعد تحديا مكتمل الأركان، وبالتالي فإن تجاوز GBI واضح جدا، وبذلك فإن NGI اليوم نحن نتحدث عن نووي، نحن نتحدث عن النووي في هذه الحالة، وبالتالي فإن توجيه هذه الصواريخ المعدة على أساس أنها لمواجهة النووي وللصواريخ العابرة للقارات، الآن فيه قوى يمكن أن تطلق صواريخ غير نووية ولكنها عابرة للقارات ويمكن أن تؤثر بشكل جيد جدا في الوصول إلى أهدافها، وهذا هو الذي خلقه الإيراني بعد الوعد الصادق، الضربة الإيرانية تجاه إسرائيل. هذا كله يجعلنا أمام إعادة اعتبار بشكل رئيس للخلاصة الثالثة، أن إيران الآن لديها قدرات للصواريخ العابرة للقارات. الأمر لا يتعلق بما تكشفه إنما بالذي أدمجته أخيراً في منظومتها، وهو عالي التقنية بكل تأكيد ويتجاوز إسرائيل،
وأعلن، ولكن أسراره لا تزال المخابرات الأمريكية تتتبع جزئيا بعض أسرار السلاح الإيراني الحاسم، ليس الذي استخدم أبدا في الضربة التي وجهت إلى إسرائيل، إنما في رؤية أخرى، رؤية جديدة مدمجة لتقنيات قد تجعل من هذه الصواريخ التي استخدمت ضد إسرائيل وإلى الآن كلها من التخلص من المستودعات. هذا واقع الحال. المسألة الرابعة أن الأقمار الصناعية الموجهة إيرانيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية أخذت وعد يساوي 30% إضافة 30% من الفعالية، وبالتالي فإن هذه الوضعية وضعية مؤكدة أنها قادرة على خلق معادلة جديدة مع الأمريكيين. إذا الصواريخ الإيرانية والكورية الشمالية التي تخاف منها نيويورك، لأن نيويورك هي أهم ما في الذاكرة الشرق أوسطية، لو أعطيت للشرق أوسطي ما الذي سيؤثر في قصف في ألاسكا، رغم أن ألاسكا هي أول قاعدة وأكبر قاعدة وأحدث قاعدة، ولدينا كاليفورنيا على نفس المستوى، وعندنا ثالثة في نيويورك، فالأولى أن تمس نيويورك لشهرتها وأيضا لرمزيتها الشديدة. وبالتالي فإن هذه الوضعية اليوم وضعية في الكونغرس الأمريكي دفعت الإدارة إلى القول أن التقنية الإيرانية كما ظهرت في الضربة الموجهة ضد إسرائيل وفي الوصول إلى 3 أهداف، هذا كله قد يضع أمريكا أمام سؤال أي تقنية في هذه القاعدة الجديدة والتي لديها أكثر من بعد، خصوصا وأننا نلاحظ زيركون من جهة، وأيضا هناك الفرد الصوتي الإيراني والتقنية الروسية لدى كوريا الشمالية. وأمريكا اليوم وعبر الكونغرس وعبر هذه اللجنة تريد وترغب في قاعدة ثالثة ضرورية ومواصفات لمواجهة هذه الصواريخ الإيرانية والكورية الشمالية في هذه الظرفية. على وجه التحديد، مع الشكر الجزيل وإلى اللقاء.